سأصوت لترك الاتحاد الأوروبي لأننا سنكون في وضع أفضل خارج هذا الاتحاد. هل أريد البقاء في الاتحاد الأوروبي؟ بالطبع نعم، لأننا نستفيد كثيرا من عضويتنا وسنكون في وضع أسوأ دونها. نقترب الآن من واحد من أكبر القرارات التي يواجهها بلدنا في حياتنا، هل سنبقى في الاتحاد الأوروبي أم نغادر؟ قرار سيحدد طبيعة بلدنا ومستقبل أولادنا.